السلام عليكم. اليوم ان شاء الله بنتعلم كيف نشيل الخلفية من اي صورة. مثلا الحين عندي خلفية باللون الازرق الاخضر وعندي تفاحة. المشكلة في التفاحة ان فيها خلفية بيضة، انا ابغي بس التفاحة. عندي حلين، الحل الاول وايد تقليدي، يعني انك تاخذ فرشة، تاخذ المساحة عفوا، تسوي زوم، تجلس تمسح لين ما تخلص كل شيء. هذا الحل البدائي يعني. ولكن في حل ثاني أسرع في البرنامج، لازم تختار اللاير اللي هو يكون فيه التفاحة، تختار العلامة اللي عدال السهم. شفتوا السهم مال السلكت اللي عداله علامة مثل حرف الأس. بعدين من تحت تختار أول خيار اللي هو يكون أوتوماتيك، وبعدين عاد يمدينا نختار لون الخلفية. أضغط على لون الخلفية، مثلا عندي ياب اللون الأبيض تحول أسود. الحين نختار السهم من فوق ونسحب، نضغط ونسحب، نضغط ونودي. الحين نلاحظ عندي الخلفية انفصلت. بدي أصغر هالخلفية، أحطها على طرف، أسيب المساحة وأمسح هذا الجزء بس، تكون خلصت. أحيانا يبقى وياك مثل التحديد بعد هذا. أنا عن نفسي بصراحة أشيله بشكل يدوي يعني. طبعا هالطريقة حلوة ودقيقة يعني، احنا بسوي لكم زوم. ولكن في احيانا بعض الصور تكون جدا صعبة في القص، فتحتاج انك تقصها بشكل يدوي. هالطريقة ما تنفع وايد وياها. واحيانا ممكن تستخدم مواقع، في موقع مشهور اكتبه في جوجل، اعتقد اسمها remove.org، بعد يحذف الخلفية بشكل مباشر. ولكن من بروكرييت هذه افضل طريقة بالنسبة لي.